على الايه الجافا سكريبت، عشان بس الناس اللي كانت في حاجة واقعة منها ولا حاجة. طيب احنا كل اللي عملناه ناس معايا يا شباب. ايوه معاك يا دكتور. طيب احنا كل اللي عملناه يعني احنا زي ما نقول هنشتغل على نبدأ على الفيجوال ستوديو كود. طيب اول حاجة وزي ما شفنا قبل كده عشان ابدأ اكتب الكود عندي بكريت فايل عادي خالص زي ما هنشوف كده، بس عايز اكريت مكان للبروجكتس كده او كان في ماشي خلينا هنا كده. طيب اول حاجة هعمل ايه يا شباب؟ اسهل طريقة يعني عشان الناس بس ايه، واسميه مثلا بروجكت 1 مثلا. تمام طيب كده احنا كريتنا الفايل خلاص عادي. تمام افتح الفايل ده عندي في الفيجوال ستوديو كود. تمام لما نفتح الفيجوال ستوديو كود يا شباب ده الشكل بتاع الفيجوال ستوديو كود. ما سمعناش شباب ولا الصوت قطع؟ انا مش سامعكم كده. هو الصوت كان قطع فعلا يا دكتور، بس انا افتكرت عندي. لا ما هو الصوت كان راح كده شوية وبعد كده قولي الصوت في مشكلة. هو الصوت بيقطع يا دكتور اهو. طب كده ظبط ولا لسه بيقطع؟ لا تمام مظبوط كده. ماشي خلاص هنبدأ بقى نشوف كده يا شباب. خلاص احنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده أول حاجة كريت بروجكت جديد خالص. فأنا هبدأ أكتب إيه في أول مثلا دوكيمنت تايب بتاعتي زي ما اتفقنا HTML. الناس شايفة كده يا شباب. يجي بعد كده هنفتح HTML عادي خالص element و زي ما اتفقنا كده احنا فتحنا ال element وفتحنا ال element الموجود اللي عندي. تمام طيب هاجي بعد كده بقى انا عاوز اعرف مثلا header معين استخدم التاج الخاص بالهيدر. طبعا احنا عندنا في لما بتستخدم يعني بيديك حاجه اسمها الاوتو كومبليت. انت اول ما بتكتب اول حرف ده من حاجه بيديك سجستشن ليه انت عايزه، فهو في ما في التاج هو اوتوماتيك بيروح قافل الايه التاج الموجود اللي اتفقنا ده البيزك ستراكشر بتاعنا ده اتش تي ام ال. فتحت الدوكيومنت اتش تي ام ال عرفت فيها التاج الخاص بالهيدر وهعرف فيها التاج الخاص بالبودي. تمام طيب كده احنا فتحنا الهيدر والبادي. طيب نيجي بعد كده يا شباب انا عاوز وليكن مثلا هقول احنا هنشوف مثلا الاول سي اس اس مع اتش تي ام ال مع سي اس اس وبعد كده نضيف عليه جافا سكريبت. فانا عاوز ادي هيدر مثلا للبروجكت بتاعنا دوت وليكن ان الهيدر بتاعي وليكن هنقول هيدر 2 اتش 2 مثلا. قول والله اللي احنا هنبدا ني ليرنينج وليكن مثلا ال HTML with فاكرين ال طب يا CSS قلنا دكتور احنا عندنا أكتر من طريقة ممكن. نعم قولي الشاشة ثابتة، الثابتة على إيه بالظبط؟
على لما كان البروجكت من بره في الفايلات. طب خلينا حاسوه بالشير وشيرتين. طب لو تقولوا له كده يعني عند كل الناس ولا عندك انت بس؟ ممكن تكون المشكلة عندك انت بس. عندي انا كمان يا دكتور. طيب خلاص انا حاسوه بالشير وشيرتين. يمكن لما حاسوه بالشير وشيرتين. ماشي. طب كده ايه الاخبار يا شباب؟ كده ظهر عادي الكود. طيب تمام خلاص هعيد تاني الـ زي ما احنا اتفقنا يا شباب كده اهو. هعيد لكم اللي انا عملته ده تاني. ماشي. يعني احنا اول حاجه كده اول حاجه بدأنا اول ما بتفتح اول تاج عندك زي ما احنا شايفين كده اتفقنا اللي عندنا الفيجوال ستوديو كود من الحاجات المهمه عندنا الاوتو كومبليت. لو بيديك بعض السجستشنز اللي انت ممكن تستخدمها فهو بيقول لك الدوكيمنت تايب بتاعتك انت هتستخدم ايه؟ والله بتقول انا هستخدم اتش تي ام ال. طب اتفقنا بعد كده الاتش تي ام ال عشان افتحه لازم أنا افتح دوكيمنت الاول الخاص بالاتش تي ام ال. فانا هقول اتش تي ام ال. ماشي. اول ما اضغط عليه واقفل التاج هو اوريدي بيفتح ويقفل الايه الاليمنت الموجود اللي عندي. فانا بقول كده انا عندي ادي الاتش تي ام ال. طيب داخل اتش تي ام ال كبيج بيكون عندي ايه يا شباب؟ بيكون عندي حاجات اساسيه زي ممكن الهيدر. تمام الهيد. تمام واقفل التاج اوريدي مباشره هيفتح يفتح ويقفل التاج الموجود اللي عندي. وعندي البادي. تمام واقفل التاج الموجود اللي عندي. كده انا بعرف الايه البيزك ستراكشر بتاع الايه ال HTML الموجود اللي عندي. طيب زي ما اتفقنا احنا او قلنا المره اللي فاتت احنا هنبدا نقاد الكود الجافا سكريبت داخل الايه ال HTML بيج. طيب وبالتالي انا محتاج الاول ادي اكزامبل على الاتش تي ام ال بيج وبعد كده هنبدا نضيف فيها بعض التكست اللي خاص بالجافا سكريبت فور اكزامبل او بعد كده نغير بالبيهيفير اللي خاص بالجافا سكريبت. طيب وبالتالي لو انا عاوز مثلا في البادي اقول مثلا عندي هيدر وليكن يعني تاج الهيدر اتش 2 احنا هنقول والله احنا هنبدا نتعلم ليرنينج وليكن اتش تي ام ال وز ممكن نقول عندنا كمان هنستخدم internal عشان نحدد يعني هنستخدم internal css. طبعا زي ما احنا عارفين الانترنال css بنبدا نكتب الكود بتاعنا اللي هو الخاص بالستايل داخل الستايل تاج في الهيدر او ممكن كنا عملنا external ونادينا عليه. تمام اند وهنقول بقى ايه واند جافا سكريبت. يبقى انا كده بقول والله في الهيدر بتاع البيج بتاعي دوت انا هبدا اتعلم اتش تي ام ال ويز انترنال سي اس اس اند جافا سكريبت. طيب طيب نيجي بعد كده هنبدا نقول والله انا عندي وليكن باراجراف. تمام هنقول بيه مثلا هقعد اكتب باراجراف. الباراجراف دوت يعني هنديله كلاس مش ايكوال وليكن مثلا هنقوله مثلا بلو. ماشي ونديله الايه الباراجراف اللي احنا عايزين نكتبه. يبقى احنا عرفنا باراجراف وادينا له كلاس عشان وانا بعمل ايه شباب وانا بديله الستايل بتاعه هستخدم الكلاس الموجود اللي عندي. ماشي هنقول وليكن this is a blue باراجراف. ماشي طيب نكرر الموضوع ده ممكن ناخد لاكتر من باراجراف. ده المو انذر باراجراف مثلا تاني خاص واحد بالريد مثلا وواحد بالجرين. تمام ده ريد ده مثلا هنقول عليه ايه جرين. تمام ده جرين ده ريد. خلاص احنا كده يا شباب عملنا ايه ال ال ال, ال ال HTML content الموجود اللي عندي. طب تعالى نرن الكلام ده بقى يا شباب ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالى نرن الكلام ده ونشوف ايه اللي هيحصل. لما رن الكلام ده يا شباب ده شكل الايه يا شباب
بس يظهر ده الشكل الشباب الخاص بالراجل الموجود اللي عندي، ده اللي احنا كتبناه تمام، ده الكونتنت بتاعي تمام. قلت ان انا هبدا اتعلم HTML مع الانترنال CSS وجافا سكريبت، وقلت ان انا والله عندي اكتر من باراجراف، وكل باراجراف مثلا بديله فور اكزامبل تكست معين. نيجي بعد كده كانت السيب نمبر 2 يا شباب، اللي انا عاوز ادي للكونتنت ده او للبيج ده ستايل، بحيث ان انا الشكل بتاعي يبدا اللي هو يتغير شويه تمام. طيب انا عشان ابدا ستايل الويب بيج بتاعتي، ببدا اتفقنا ان احنا هنستخدم وليكن انترنال سي اس اس، فالانترنال سي اس اس حاجه انا بقى كده في الهيدر، واقول ان انا والله انا عندي تاج اسمه ايه يا شباب اللي كان ممكن اطبق بيه الستايل انترنال، كان عندي تاج اسمه ايه ستايل تمام. اهو هلاقي التاج ستايل اهوت، هفتح اقفل التاج، هو اوريدي هيفتح ويقفل التاج الموجود اللي عندي تمام. طيب انت عاوز تسد ايه في الستايل، وليكن فور اكزامبل عاوزين ندي باك جراوند للويب بيج بتاعنا، دي الويب بيج بتاعتنا يا شباب تمام. انا عاوز ادي دي كولر مثلا، فانا هرجع كده للسي اس اس بتاعنا اللي هو داخل التاج ستايل اللي داخل الهيدر تمام، و هبدا بعد كده انادي على البادي. مش احنا اتفقنا ان انا ممكن اوصل للاليمنت عن طريق الاي دي او عن طريق الكلاس او عن طريق في اكتر من طريقه ان انا اوصل للاي دي بتاعي، فانا اول حاجه عن طريق اللي هو الاليمنت، فاول حاجه عن طريق الايه الاي دي، فانا هقول البادي والله البادي اللي عندك دوت ممكن اديله الكولر بتاعه. او بص اول ما كتبت الباك جراوند بي ايه دي بقى، لو انت بتكتب على اديتور عادي مش هيظهر لك الاوتو كومبليت، ولكن انت طبعا بتحاول تختار اديتور فيه بلجنز خاصه بالاتش تي ام ال، وبالتالي يكون فيه فيتشرز كتيره، وبالتالي يسهل عليك عملية الديفلوبمنت. فأنا بقول أنا عندي باك جراوند كولر، هنا بيديك بقى أوبشنز للكولر، وليكن مثلا عندك بلو، عندك مش عارف إيه، في لافندر، يعني لو اخترنا مثلا اللافندر كده تمام. طيب و ده أول حاجة، لو سيفنا كده يا شباب ورجعنا نجرب كده الكلام ده، بص إيه اللي حصل يا شباب، شايفين كده الباك جراوند الكالر بتاعها اتغير ازاي؟ الناس معايا ولا ايه؟ ايوه يا دكتور، ايوه معاك يا دكتور. تمام. طيب ايه كمان يعني عايزين مثلا التكست بتاعنا دوت يكون في السنتر مثلا، فانا هنقول ايه التكست عندي تكست اللاين زي ما احنا شايفين كده، واقول والله ان التكست دوت فين في السنتر. نرفرش كده تاني الحاجه بتاعتنا، هنلاقي ان السنتر بتاعي دلوقتي بدا يكون فين، او التكست بتاعي بقى في السنتر. انا كل ده بغير بدي ستايل للباك جراوند، شوف شكل الويب بيج من شويه وشكلها دلوقتي تمام. طيب نيجي بعد كده برضو احنا يعني بندي هناخد كل نحاول كل الاليمنتس كده الموجوده اللي عندي نديها ستايل، وفي الاخر هنبدا نضيف كود الايه الجافا سكريبت بتاعنا اللي احنا شفناه في البرزنتيشن المره اللي فاتت. نيجي بعدنا عندنا التاج التاني اللي كان عندنا، لما نرجع بقى للكود بتاعنا اللي هو خاص بالفيجوال ستوديو كود كده، ده كان اول تاج عندي البادي، اديته باك جراوند عند ال H2. طيب ال H2 دوت ممكن مثلا اللي هو التكست في الهيدر اللي هو learning HTML with internal CSS، وليكن دوت ال H2 انا عاوز اقوله ال H2 تمام. طب زي ما احنا عارفين بقى الايه ازاي اللي انا ابدا ادي الستايل الموجود اللي عندي تمام، عندي ديكلاريشن والانشلايزيشن، كان الديكلاريشن ده اللي بيكون فيه الاي دي بتاعي، والانشلايزيشن الستايل او البروبرتي اللي انا عايز اطبقها. فانا بقول اتش 2 دوت ده هو التاني، ده الاليمنت بتاعنا ماشي اللي هو الاتش 2، وعاوز اطبق عليه ايه بس شباب، اقول له والله اديني الفونت بتاعه مثلا، او في عندي بقى بص في فونت سايز فاميلي، انا هقول والله اديني الفونت ستايل بتاعي
واليوم باشا الخليجي وليكن إيطالي. فرنسا. تمام. اللي فاتح المايك يا شباب. ماشي. ويجي بعد كده المون مثلا الفونت سايز زي ما احنا شايفين كده، وادي له وليكن مثلا ايه 30 بي اكس. ماشي. طيب نرفرش، نسيف كده يا شباب ونرفرش تاني البيج بتاعتنا. ايه اللي حصل؟ فرنسا. بص هنا دلوقتي حق برانس امبل. ماشي شباب. طيب واضح كده ولا في مشكلة عند حد يا شباب؟ واضح يا شباب واضح. واضح. تمام. ماشي. ممكن كمان نديله كولر برضو، يعني اتش 2 دوت ممكن نديله كمان كولر. ده لهات. ماشي. هو مين معانا يا شباب داخل ولا قافل على كل الناس؟ مين باشا البلد بقى دوت البيل اللي بيتكلم؟ ده طالب معانا ولا حد بعت اللينك لحد يا شباب؟ انا لو سمعت صوت خليجي تاني انا هقفل على كل الناس المايك. تمام يا شباب. دكتور اقفل احسن يا دكتور. لا هو مش اقفل احسن، هو يحترم نفسه، هو مش اسمع اقفل احسن. وبانه حد مش معانا اصلا لانه هو بيستخف دمه باين. لو كررها تاني ممكن اخرجه هو يا دكتور. ماشي. طيب ماشي خلاص يا شباب، هندي كولر مثلا معين ايا كان بقى الايه الكولر اللي احنا محتاجينه. وليكن ممكن نعرف زي ما احنا اتفقنا قبل كده، ممكن نعرف الكولر بارقام، او ممكن نديله اسم معين مثلا او ريد او ايا كان الكولر اللي انت محتاجه. تمام. كمان عندنا الشباب اللي احنا نيجي بقى يا شباب كمان الفونت، ممكن ندي الباراجراف التكست الموجود اللي عندنا دوت نديله برضو ستايل. فبقول انا عندي البي. تمام. والبي دوت هقول له والله ازود له مثلا السايز بتاعه. تمام. كام مثلا 20 بي اكس مثلا. تمام. طيب عباره كده دي الحاجه اللي كانت موجوده عندي او الاليمنتس الموجوده اللي عندي في ال HTML، بدات اطبق عليها الستايل. اتفقنا الستايل دوت من نوع الانترنال ستايل الموجود اللي عندي. كمان ممكن نطبق على الثلاثة كلاسز الموجودين اللي عندي زي ما اتفقنا عشان نبدأ نأكسس الكلاس اللي كان موجود. لو أنا عندي أكتر من element ومديله كلاس واحد ممكن أكسس الكلاس بدوت واسم الكلاس. فأنا عندي كلاس اسمه blue، فأنا هقول دوت blue الموجود اللي عندي والله وديله الايه وليكن البروبرتي اللي عندي الكالر مثلا هقول له blue. ماشي. وليكن يعني والريد الكلاس اللي هو الريد اديله نفس الحكايه. فانا اقدر اوصل باسم الكلاس دوت وليكن ريد. تمام. والكلر تمام لي ريد مثلا ريد. تمام. ونفس الحكايه برضو للتكست الايه دوت
جرين تمام والكالر في جرين مثلا. خلاص يبقى انا كده يا شباب هسيب الكلام ده واروح تاني بقى على الايه الويب بيج بتاعتنا وهنريفرش هنلاقي الايه كل اللي احنا طبقناه اتنفذ عندنا على الويب بيج. تمام ده كده كان الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه السمستر الاولاني. طيب اتفقنا في السمستر الثاني او في الجزء بتاع النهارده احنا او بتاع السمستر ده احنا هنبدا نقاد الجافا سكريبت كود. طيب احنا عشان نبدا نقاد الجافا سكريبت كود قلنا الكلام مش بعيد عن اللي احنا شفناه. تمام يعني انا عشان اقاد الجافا سكريبت كود قلنا كل اللي احنا هنحتاج نعمله اللي احنا هبدا رقم واحد اشوف عندي كام طريقه اللي انا اقدر اكتب بيها كود الجافا سكريبت. صح ده احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. تمام كان اول حاجه عندي اللي انا عن طريق السكريبت تاج اقدر اللي انا اكتب كود الايه السكريبت الموجود اللي عندي. برجع لك ماشي. طيب فبالتالي هنرجع بقى تاني كده يا شباب نشوف الايه طيب ماشي شباب معايا. طيب فاتفقنا اللي احنا عندي عشان ابدا اكتب كود الجافا سكريبت بحتاج سكريبت ايه اسمه سكريبت تاج اسمه سكريبت. تمام فانا هقول كده عندي ايه بقى يا شباب السكريبت زي ما انا كنت في السي اس اس بحتاج الستايل انا عندي في السكريبت بحتاج الايه السكريبت فانا هكتب كده سكريبت عادي خالص. تمام هقفل السكريبت طيب تيكس على جافا سكريبت يعني انا هكتب جافا سكريبت بنوع ايه تيكس فانا هقول التايب ايكوال تمام ماشي تيكس على جافا سكريبت ماشي يا شباب ده كده اللي احنا اول حاجة محتاجينها عشان نبدأ نكتب الايه الكود الجافا سكريبت. طيب اجي يعني لو انا مثلا عاوز اكتب حاجة يعني زي مثلا يديني alert زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت كده شباب اللي انا عندي هنا في الويب بيج بتاعتي هنا ده خلاص دي حاجات كلها static ثابتة ولكن انا بدي في الستايل بتاعها. طيب انا عاوز ادي مثلا في البيهيفير بتاع مثلا اللي يظهر لي مثلا دايلوج بيقول لي مثلا ايه هالو جافا سكريبت مثلا يديني كده اول ما البيج يفتح مثلا يديني كده ايه دايلوج يقول لي مثلا هالو جافا سكريبت فور اكزامبل يعني. طيب فبالتالي انا عندي وليكن مثلا في الجافا سكريبت هنرجع بقى تاني للجافا سكريبت كود بتاعنا هنجيب الايه الفيجوال ستوديو كود. تمام عندي ميثود وليكن مثلا ودي الحاجات اللي احنا هنبدا نشوفها مع بعض مثلا اسمها الاليرت مثلا. طبعا احنا اتفقنا المره اللي فاتت انا عندي كام نوع من الكومنت يا شباب قلت عندي نوعين صح قلنا عندي السنجل لاين كومنت اللي هو زي ده كده وعندي المالتي لاين لما اتكلمنا المره اللي فاتت صح. فانا وليكن في السنجل لاين كومنت كده فانا عندي ميثود اسمها alert انا مثلا مش فاكر الالرت دي بتعمل ايه تمام فانا عاوز اكتب كومنت عندي في الكود بتاعي عشان لما ارجع للكود وابص عليه تاني اعرف ان الالرت دي كميثود بتعمل ايه. فانا ممكن اكتب كده كومنت عادي خالص هقول لك ايه يا شباب ان الالرت دي والله دي عباره عن alert ميثود تمام الميثود طبعا احنا بنعرفها بشكل الاقواس
دوت هنقول ان الالرت الالرت ميثود دي تمام بتعمل ايه يا شباب؟ بديسبلايز تعرض ان الايه الالرت بوكس بتديني الالرت بوكس كده يا شباب اوفر على الايه الكرنت ويندو الموجود اللي عندي خلاص. طب لو رنيت يا شباب في حاجة هتحصل يا شباب؟ لو رنيت في حاجة هتحصل؟ لا لا ليه؟ لان دوت هو عبارة عن ايه كومنت كومنت مفيش اي تمام ممكن نحط هنا كمان ده بنقول والله ده هو عبارة عن ايه كومنت تمام. تعال نجرب برضو الكلام ده كده ادي الويب بيج بتاعتنا تمام ريفريش خلاص مفيش حاجة هي ويب بيج ثابته الكونتنت اللي فيها ستاتيك ما بيتغيرش تمام ولكن انا اقدر اللي انا ايه مع الجافا سكريبت ابدا بقى اغير في البيهيفير بتاعت الويب بيج. طيب اول حاجه هنعملها شباب زي ما اتفقنا كده اللي انا ممكن استخدم مثلا ميثود زي الالرت دي عشان تديني مثلا بوكس على الويندو اللي ظهر. طيب فانا هقول مثلا ايه الالرت مثلا هنكتب بقى الالرت كده اهو اداني الالرت ميثود اهي تمام والالرت ميثود دي ممكن اكتب فيها وليكن تكست عادي خالص واسميه هالو جافا سكريبت مثلا. طيب واقفل الاكواز بالسيمي بول تمام. طيب تعالى نريفرش تاني الويب بيج بتاعتنا كده يا شباب نلاحظ ايه اللي هيحصل بقى يا شباب. هنلاقي ده الويب بيج بتاعنا بدا البيهيفير بتاعه اتغير. البيهيفير اتغير ازاي؟ اللي ايه ده ظهر لي مثلا ايه هالو جافا سكريبت. ممكن اكتب بقى اي رساله ترحيب عندي اعمل اوكي يظهر لي بعد كده الايه الويب بيج بتاعتي تمام. فبالتالي انا هبدا عن طريق الجافا سكريبت تمام بالسينتاكس اللي احنا هنتعلمه للجافا سكريبت وبنبدا اللي احنا نغير في البيهيفير سواء اللي احنا نقاد تكست نقاد انيميشن نقاد بيهيفير معين زي ما انت عاوز تقدر تغير في الجافا سكريبت كود بتاعك تمام. طيب واضح كده يا شباب ولا في مشكله عندكم؟ واضح يا دكتور. طيب جميل. كمان عندي من الميثودز كمان اللي عندي يعني ممكن اللي انا برضو اعدل الكونتنت بتاع الجافا سكريبت او الكونتنت بتاع ال HTML بيج الموجود اللي عندي مثلا زي عندي الميثود دي بتمكنني ان انا اكتب داخل ال HTML بيج. طيب ببدا استخدمها ازاي؟ بقول مثلا انا عندي دوكيومنت دوت رايت الكلام ده بقى احنا هنشوفه يعني بتفاصيل ولكن لما نتعرف على كل السنتكس بتاع لغه الجافا سكريبت زي ما اتفقنا ان الجافا سكريبت دي سكريبتنج لانجويج بقدر اعمل لها انتجريشن مع انذر اديتور مثلا عشان يقدر الكود بتاعنا يرن تمام. فبالتالي انا هكتب هنا وليكن الايه ال هالو ومثلا جافا سكريبت برضه تمام. يبقى انا عن طريق الفود اقدر ان انا اعدل في ال HTML بتاعي تمام. طيب نريفريش الكلام ده ماشي قال لك هنا هالو جافا سكريبت وهنلاقي برضو ايه ضاف لنا هنا في الاول هالو جافا سكريبت تمام. طيب لما نرجع بقى يا شباب كده للمحاضره اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت يعني نشوف ايه الكود بتاعنا اللي احنا كنا كذبناه ونحاول احنا ننفذه خلاص. انت بقى دلوقتي يا شباب كله كده يعني كل الناس سهله جدا اللي هي تقدر اللي هي تضيف الكود جافا سكريبت زي ما شفنا مع بعض عندنا في ال HTML بيش. طيب ماشي دي انواع الكومنتس اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وزي ما شفنا لو احنا خدنا كده يا شباب
المالتي لاين كومنت كده تمام، بنجرب انا حال بس بجرب لكم عشان الناس تشوف عادي خالص. ادي مالتي لاين كومنت هنا ماشي، وحرر له الكود بتاعنا مش هيحصل اي حاجه، هو بيحصل له اجنور اوريدي عن طريق الايه الانتربريتر ماشي. يجي بعد كده اتكلمنا على دي بعض البريمتيفز داتا تايبس الموجوده اللي عندنا، واتكلمنا ان احنا يا شباب ان فائده الفاريبل كانت ايه يا شباب. يا شباب فائده الفاريبل كانت ايه اللي فاكر؟ طيب لما نيجي نبص كده يا شباب عندنا ان الفاريبل ده فائدته اللي هو بيعمل ايه، بيالوكيت حاجه اسمها لوكيشن في الميموري، بيحجز مكان في الميموري بحيث ان انا لما اعوز ان انا اخزن قيمه معينه يقدر اللي هو يخزن لي القيمه ديت عندي. مثلا انا عاوز اخزن رقمين مثلا تمام، اقدر اعرف لوكيشن في الميموري عشان يخزن رقمين، مثلا عاوز اخزن اسم حد، عاوز مثلا اخزن بيانات برودكت مثلا عندي على ويب سايت تمام. كل الكلام ده هيقدر اللي انا محتاج اللي انا ايه فاريبل عشان اخزن الداتا الموجوده اللي عندي. طيب فائده الفاريبل اللي هي بتبدا تعمل يا شباب بتالوكيت لوكيشن في الميموري، اللوكيشن دوت اقدر من خلاله اللي انا اخزن في الداتا الموجوده اللي عندي. طيب فده كان اول حاجه احنا شفناها. طيب وبالتالي انا مثلا لو عاوز اكتب الكلام ده هقول مثلا اتفقنا شفنا مع بعض المره اللي فاتت اللي انا ممكن استخدم الايه الفار تمام ك فاريبل اقدر اللي انا استور فيه الداتا الموجوده اللي عندي. فانا حاجه عندي كده في الكود عندي فار نمبر ايدنتيفاير، واحنا عندنا فيه شروط على الايدنتيفاير هو ما يبداش بارقام ايكوال 5 تمام. ماشي كده انا خزنت يا شباب بقى عندي فاريبل اسمه ايه نمبر 1، وعملت له انيشاليزيشن اللي انا حطيت فيه الفاليو 5 الموجوده اللي عندي. طيب وعندي var number 2 مثلا ماشي، واحط فيه مثلا 10 مثلا ماشي. طيب يبقى بعد كده عاوز مثلا اجمع الرقمين دول. شفت بس الالرت دي، ممكن بدل ما انا كنت بعمل الالرت دي هنا ممكن اوقف الميثود دي كده واخدها هنا الالرت كده تطلع لي دايلوج الالرت مثلا كده، واقول له والله حط لي فيه اللي هو نمبر 1، لان عندنا في الجافا سكريبت تقدر هي تعمل ايه ارثمتيك اوبريشن تنفذ العمليات الحسابيه الموجوده اللي عندي تمام اهو. يبقى انا كده هجمع العددين مثلا واظهرهم عندي في alert يقول لي مثلا مجموعهم كام 50. فبالتالي انا لو عملت ريفريش للكلام ده كده ايه اللي حصل يا شباب؟ او المجموع احنا قلنا 10 و5، انا مش فاكر الرقم كان كام، 10 زائد 5 15 تمام. فبالتالي انا هنا قدرت ان انا اعدل الكلام ده، ممكن برضو ان انا اكتبه في الكونسول عندي او ان انا اكتبه في الدوكيومنت او اسيبه في فايل موجود عندي زي ما انت عاوز. تقدر اللي انت تكتبه يعني انت دوت، دي حاجه بترجع لك انت او على حسب اللي انت محتاجه ماشي يا شباب.
واضح يا شباب ولا ايه؟ ايه تمام واضح. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ طيب لا يا دكتور تمام ماشي. طب نجيب تاني كده المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كان موجود فيها. ماشي. كمان زي ما عندنا البار ده يا شباب اتفقنا ان احنا عندنا برضو another variable، يبقى انا دلوقتي فايدة ال variable اللي هو ايه؟ بيحجز لي مكان في الميموري، المكان دوت اقدر اللي انا اكتب فيه. يعني لو جينا عملنا كده عشان برضو اوضحها لكم تاني كده بالقلم كده، هنقول مثلا ايه يا شباب؟ هات البن كده. طيب اللي بالظبط ال variable بيعمل كده يا شباب، انا عندي الميموري باجي اخد اللوكيشن كده فاضي تمام؟ قول ده هو عبارة عن الايه؟ الفار تمام، مكان فاضي اهو تمام. ده الفار ده كده مكان فاضي، عملت ايه؟ حجزت المكان ده عشان احط فيه فاليو معينه. طيب لما اقول فار نمبر 1 مثلا، نمبر 1 مثلا ايه بس النمبر، وعشان التو سكرينز بس في الدنيا يعني هنلاقي ان 1 بس ولا. طيب فاديتها الديكليشن بتاعها قلت الايه الان 1، حطيت فيه مثلا وليكن 10 خلاص، يبقى انا كده عملت initialization لل variable، عملت allocate في الميموري، حطيت فيه 10 وسميته ايه number 1. ولا على جهود الدفعة ولا إيه؟ قدام ولاد حتى لو عارفينهم ولا ليه سم مين اللي كانت بتتكلم يا شباب؟ شباب الناس معايا؟ طيب ايوه دكتور ايوه معاك. طب مين اللي كانت بتتكلم؟ اوكي ماشي خلاص. عشان فاحنا اتفقنا ان الفاريبل فائدته اللي هي ايه؟ بتالوكيت لوكيشن في الميموري زي ما انا بتحجز مكان فاضي كده، وده بتسميه مثلا ان 1. انا كده عملت ديكلاريشن، حطيت في الفاليو اللي انا عاوزها وليكن 10، فياخد المكان ده ب10 وبالتالي يقدر اللي هو يرجع له تاني وينفذ عليه العمليات الحسابيه زي ما احنا شفنا الموجود اللي عندنا. طيب في كمان عندي الليت، زي ما اتفقنا ان الفار ده كان اولد ميثود تمام، كمان عندي الليت تمام، يعني كميثود موجوده عندي برضو الليت تمام. دي ممكن استخدمها عشان ان انا برضو اعرف فيها فاريبل وليكن مثلا زي الايه الليت الايه ايكوال 10. فانا لو رحت كده عندي برضو في كود جافا سكريبت مكان فار دوت نكتب ليت تمام، وليت وسيب تمام، وهرجع تاني ارن الكلام دوت عندي زي ما هنشوف دلوقتي في الكود، هتلاقي ان عندك ايه؟ هو بيرن عادي خالص، لان هما الاتنين كل فائدتهم اللي هو بيالوكيت لوكيشن في الميموري، وبالتالي اقدر ان انا استخدمه عشان اعدل في الميموري بتاعتي، وبالتالي ابدا احجز مكان وابدا اعمل initialization للفاريبل في الميموري الموجود اللي عندي. طيب كمان من الحاجات اللي احنا شباب ممكن برضو زي ما الاكزامبلز اللي احنا كنا شفناها، اللي احنا اتفقنا ان الجافا سكريبت ممكن تغير في الكونتنت بتاع ال HTML page تمام. طيب يعني ايه؟ يعني لو بصينا في الاكزامبل ده شباب، هنبدا ناخد من الاكزامبلز دوت اللي كان عندنا المره اللي فاتت ونجربه عندنا في الكود. يعني لو شفنا كده نجيب الكود بتاعنا تاني تمام،
فانا عندي دلوقتي الاكزامبل بتاع المره اللي فاتت كان بيقول لك اللي انا هبدا اغير في الكونتنت، يبقى انا هكتب كده ايه كومنت كده عندي هقول لك ايه ان الجافا سكريبت، ان الجافا سكريبت الموجوده اللي عندي كان تشينج ال HTML كونتنت مثلا. طب الكلام ده هيتنفذ ازاي؟ فور اكزامبل يعني لو انا عندي باراجراف جديد، عرفت باراجراف جديد اسمه بي، اديته اي دي، الاي دي دوت ايكوال ديمو مثلا ماشي، و هقفل الباراجراف دوت الموجود اللي عندي تمام، و افتح الكوز تاني واقفل الاليمنت، ما تنسوش تقفلوا الاليمنت ماشي. خلاص انا عرفت باراجراف، الباراجراف دوت اديته اي دي ديمو عشان اقدر اسهل ان انا اوصل له بيه. طيب وانا هقول ان دوت هكتب الجمله دي تاني هنا خلاص. طيب تعالى نرن الكود بتاعنا كده يا شباب. انا عملت ايه؟ فتحت الباراجراف اديته اي دي اسمه ديمو وعرفت فيه الجمله الموجوده اللي عندي. طيب لو رننا الكود بتاعنا يا شباب كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا شباب لما نرن الكود يا شباب؟ ايه اللي هيحصل لما نرن الكود يا شباب؟ نسمع ايه ولا ايه؟ شباب شباب الناس معايا ولا راحت فين يا شباب؟ شباب طب ندعي الناس كده. عبد الله موجود؟ احمد مسعد موجود؟ فرح هبه ندى؟ انا فرح يا دكتور، انا فرح. فرح ما انا قاعد بندعي على الناس، امال الناس ما تردش ليه؟ معلش يا دكتور مش عارف افتح المايك. طيب ماشي يا فرح. طيب فممكن يا فرح تتوقع ايه اللي احنا لما عدلنا في الكود بتاعنا تمام، لما احنا ضفنا في الكود بتاعنا ده ايه اللي هتغير في الويب بيج بتاعي؟ هو لسه ما حصلش حاجة يعني، احنا ضفنا بس باراجراف جديد. يعني انا لما ارجع كده عندي للويب بيج تمام واعدل هلاقي باراجراف جديد اضاف اللي عندي، اللي انا ممكن اغير الكونتنت بتاع الويب بيج. يعني احنا سيبنا بس عشان كاتبينه مش تمام يا شباب. طيب هنرن الكود بتاعنا تاني. اهو تمام اتفقنا جافا سكريبت كانت تشينج الايه ليش تعمل كود. طيب انا دلوقتي يا شباب عاوز اعمل ايه؟ عاوز مثلا اعرف بطن، البطن دوت لما اضغط عليه ياخد لي الكونتنت ده تمام ويديني كونتنت جديد، او يشيل التكست دوت ويديني تكست جديد. طيب الكلام ده بيتم ازاي يا شباب؟ مش احنا قلنا ان انا ممكن اكتب كود جافا سكريبت الموجود اللي عندي عن طريق السكريبت تاج زي ما شفنا كده في هنا، اللي انا جيت داخل السكريبت تاج وكتبت كود الجافا سكريبت الموجود اللي عندي، وقلنا ممكن عن طريق الايفنت هاندلر. فبالتالي انا ممكن اعمل كده الايفنت هاندلر دوت مثلا زي الايه الايفنت اللي خاص بالبطن تمام. طيب فبالتالي انا هقول مثلا عندي تاج وليكن اسمه بطن ماشي،
البطن دوت التايب بتاعه تبدأ تختار له التايب، هنقول equal button تمام. والايفنت هاندلر بقى يا شباب اللي عندنا ايه اون كليك. طيب دي كانت الطريقة التانية اللي انا اقدر استخدم بيها جافا سكريبت داخل HTML تمام. فبالتالي كان عندي اول طريقة فوق السكريبت او الايفنت هاندلر او الاكسترنال تمام. فانا بقول دلوقتي انا عندي باتون التايب بتاعه باتون، و الباتون دوت عنده اون كليك الايفنت هاندلر بتاعه. طيب لما تضغط على الباتون ده عاوز ايه اللي يحصل؟ بقول لك والله هات لي الدوكيومنت دوت جيت element باي اي دي تمام ماشي. بقول له هات لي الاليمنت الاي دي بتاعه، وممكن انادي عليه بالاسم اللي انا مديه له او بالاي دي اللي هو ايه ديمو. معنى كده اللي انا قلت له والله اللي حكى لي الباتون، الباتون دوت عنده ايفنت هاندلر اللي هو الاون كليك، لما تضغط عليه روح ناديلي على الاليمنت الاي دي بتاعه اسمه ديمو. طب وبعدين اكتب لي بقى بعد ما نجيب الكلام دوت اللي هو الديمو تمام، اكتب لي بقى بعد كده بقى ايه يا شباب جوه ال HTML بيج الموجودة اللي عندي تمام. هنقول بقى ايه دوت ال inner HTML تمام ماشي. ايه بقى عاوزين نكتب تكست وليكن هالو جافا سكريبت تمام. ده التكست اللي احنا هنكتبه هالو جافا سكريبت ماشي. والباتون هنقول اللي هو عبارة عن كليك مي، الاسم بتاعه مثلا وليكن كليك مي ماشي. طيب احنا عملنا كده شباب ايه باتون سميناه اللي هو كليك مي تمام، وكتبنا فيه الكود بتاعنا كود الايه الجافا سكريبت اللي احنا عاوزين. طيب ماشي كده شباب، واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح يا دكتور. طيب ماشي، هو بس الايفنت هنا نقفل دوت عشان الايرور اللي هو اللي كان ظاهر ده ماشي. خلاص كده احنا كتبنا الكود بتاعنا، نسيب بقى على كده شباب ونرجع نشوف الايه البيج بتاعتنا ايه اللي حصل. نرن كده البيج بتاعتنا تاني يا شباب ماشي. طيب هو مديك هالو جافا سكريبت ماشي اهو. ايه اللي حصل بقى يا شباب دلوقتي؟ اجيب انا الكود ده كده جنبكم برضو كده عشان الناس تشوف ايه اللي حصل. ايوه ماشي، بصوا كده يا شباب شايفين البطن ده يا شباب؟ البطن ده كده انا جيت كريت كده بطن التايب بتاعه بطن. سيبنا من اون كليك دي خالص، انا ممكن اعمل ايه برضه عشان الناس يعني تاخد بالها. هاخد انا الكلام ده كده كنترول سي واحط هنا بطن التايب كذا، وهديله بس ايه مش هديله الايفنت بتاع اون كليك، وهديله كليك مي وليكن ايه وهنقول نوت وركينج بس ماشي. كنترول اس نرجع تاني، هنعمل ريفريش كده يا شباب للبيج ماشي. بص يا شباب انا عندي تو باتونز كده يا شباب، عندي الباتون الاولاني ما فيهوش ايفنت هاندلر شايفين كده، ده اللي موجود هنا اهو، ده الباتون الاولاني اهو. انا جيت كريت باتون تمام، قلت النوع بتاعه باتون اسمه كليك مي نوت وركينج، وقفلت الباتون ده اللي هو ده. واضح كده يا شباب؟ طيب جيت بعد كده انا عاوز، لا ده انا عاوز الباتون دوت لما اضغط عليه ينفذ حاجه معينه.
طب بدي له حاجه اسمها الايه الايفنت هاندلر الاون كليك، لما تضغط على البطن ده عاوز يحصل ايه؟ انا بقول له والله اون كليك لما اضغط على البطن هات لي الاليمنت اللي اسمه ديمو. طب انا عشان استخدم الديمو دوت عندي ميثود اسمها جيت اليمنت باي اي دي في الديكومنت، اعرفوا بس كده دي لغايه لما نروح للميثود يعني ايه. انا بس هوريكم ازاي ان الجافا سكريبت ما خلتش ان الاتش تي ام ال بيج بتاعتي استاتيك، لا بقت خليتها دايناميك، ممكن اغير في البيهيفير، ممكن اعدل في التكست بتاع الويب بيج الموجود اللي عندي. فانا بقول له ايه ديكومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي اللي اسمه ديمو، يعني روح على الاي دي دوت واعمل ايه بقى واكتب لي دوت انر اتش تي ام ال، دي معناها اللي هي بتكتب في الاتش تي ام ال، اكتب لي بقى يا شباب ايه جافا سكريبت. يبقى انا لما اضغط على كليك مي دوت هيشيل التكست ده ويحط مكانه ايه يا شباب جافا سكريبت. تيجي نجرب اهو، شايفين ايه اللي حصل يا شباب؟ تاني هرفرش تاني كده اهو، ده البدايه، ده التكست اللي كان موجود، وده عندي البطن الاولاني اللي انا ما ضفتش عليه الايفنت هاندلر، وده البطن الثاني اللي انا حطيت عليه ايفنت هاندلر، بحيث لما انا اضغط عليه اقدر اللي انا اعدل في الكونتنت بتاع ايه يا شباب بتاع الويب بيج الموجود اللي عندي. طيب وبالتالي انا لما اضغط على كليك مي في الحاله ديت هيغير التكست الموجود بتاعي لجافا سكريبت، يبقى انا كده قدرت ان انا اعدل في الكونتنت اللي خاص بالويب بيج الموجود اللي عندي. واضح يا شباب ولا في مشكله؟ يا شباب يعني انا هكتفي كده بالجزء اللي احنا قلناه النهارده دوت تمام. و يعني الجزء بقى هنكمل بقى اللي انا محتاجه من الناس يا شباب، ان الناس تحاول تنفذ الكلام ده بايديها. يعني احنا خدنا كده شفنا كل المراحل اللي احنا اتكلمنا بدايه من ال HTML ال CSS الجافا سكريبت تمام. هنبدا بقى اللي احنا ناخد مور ديتيلز، كل مره هناخد شويه حاجات جديده في الجافا سكريبت. احنا النهارده اتكلمنا مثلا على الفاريبلز، المره الجايه مثلا ممكن نتكلم على الكنترول ستيتمنت، ممكن اللي بعدها مثلا نتكلم عن الميثودز، بعدها عن الاوبجكتس تمام. فبالتالي هنبدا ناخد مور ديتيلز، ولكن المطلوب منكم ان انتوا الناس الكود اللي انا كتبته دوت تنفذوه. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي، وانا كده كده يعني انا سجلت لكم المحاضره تقريبا، حاول ابعتها لكم تمام. و يعني اشوفكم على خير بقى، والغياب اكيد الباشمهندسه مي اخدته صح، الباشمهندسه مي كانت معانا تقريبا. ماشي، هي كانت موجوده من شويه. خلاص يا شباب، في اي سؤال يا شباب كده؟ طيب خلاص تصبحوا على خير يا شباب.